قبل نومك اقرأ هذه السورة القصيرة، سيفيض عليك الرزق والخير والمال الكثير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا، اكتبوا في تعليق: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطاهرين، واضغطوا على زر الإعجاب لأعرف كم مسلما صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم وكما ترون في العنوان، إن شاء الله سأعطيكم سورة قصيرة تقرؤونها قبل نومكم، وسترون العجب في تيسير الأمور وفتح لأبواب الرزق والخير، وستصب عليكم الأموال إن شاء الله تعالى. عليكم فقط بالنية واليقين في الله تعالى وفي القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كله رزق وخير وبركة، وعلى نياتكم ترزقون. هذه السورة هي سورة قصيرة جدا، لن تأخذ من وقتك سوى القليل، تجلب لك الرزق الكثير، وسوف تعطيك حظا وتيسيرا في الأمور، حظا كثير. عليكم فقط قراءتها مرة واحدة قبل نومكم، وستلاحظون الفرق في حياتكم. هذه الصورة هي صورة البلد، فقط داوموا عليها بنية ويقين في الله تعالى، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وعائلتكم، فدلوا على